مصر كلها عندها طموحات كبيرة في أولمبياد باريس. كل اللي بيحب كرة اليد خلاص بقى عندنا طموح، احنا رابع الأولمبياد عايزين نوصل للأبعد. التخطيط لده ازاي؟ حلمنا ممكن يتحقق. شايف الموضوع اللي انا حضرت معاك اول حاجة وانت بتقول الاول نخلص البطولة الاولى لأفريقيا وبعدين نبتدي نخطط للي بعده. جه دلوقتي وقت التخطيط اللي مش بسيط لأولمبياد باريس. طموحاتنا كبيرة، الجمهور كله مستني ميدالية. شايف ده ممكن نعمله ولا لا؟ وانا عارف ان الاولمبياد اصعب بكتير جدا من بطولة العالم، ان هم 12 فرقة فقط، فالبطولة شرسة جدا، انا عارف ده. حسنا علينا ان نحاول ان نعد ونجهز الفريق بأكمله. هذا الاسبوع سوف ننتهي هذا الاسبوع في نهايه هذا الاسبوع لناخذ قسطا من الراحه، وعلينا ان ندرس فرنسا، الارجنتين، اليابان، لاننا سوف نسافر في مارس ولدينا العديد من التحديات، ولعبنا مع الدنمارك والمانيا والنرويج. يتبقى لنا الفرق التي سوف تتأهل حتى نعرف سوف نقابلهم في هذه المباريات، ولكن علينا أن نستعيد في البداية اللاعبين الذين لديهم إصابات، ولكن بكل منطقية الأولمبيات عليك أن تتفوق وتكسب فرق كبيرة، فرق ذو حجم كبير كما تعرف. عليك أن تبحث على اليوم المفتاح وهي أن تتخطى المرحلة الأولى وتصل إلى 6-8، وهذا تاريخ مهم جدا بالنسبة لنا. هذا اليوم علينا أن ننظر إذا تخطينا المرحلة الأولى أم لا، وبكل تأكيد أتمنى أن نعبرها، وعليك أن تنافس في هذا اليوم حتى تكسب. بعد ذلك الكل يكون مفتوح، كل شيء متاح، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة للكل. سيكون الأهم بالنسبة للبطولة بأكملها، لأن من يكسب في هذا اليوم بعد 5 مباريات بكل تأكيد عليك أن تكون 4 في هذا، وهذا مهم للغاية. سيكون 4 الأوائل، فعليك أن تجهز الفريق بشكل جيد. علينا أن ندرس الفرق أو أن ندرس الخصم، علينا أن نتابع أيضا لاعبين بشكل جيد. كما ذكر النور قبل أسبوع الدولي، نحن نعمل مع اللاعبة المحليين، وأيضا علينا أن نعمل بشكل فردي أيضا مع اللاعبين الفرديين. هذا من المهم جدا، عليك أن تكون الأفضل. حتى ما فعلناه حتى الآن مهم جدا، ولكن عليك أن تتخذ خطوة أكثر بين الجميع. عليك أن تؤمن بنفسك، عليك أن تتخطى كل ذلك. عليك أن تعرف أن هذا الفريق، فريق مصر ومنتخب مصر، لديه شيء خاص، يحاربون، كل واحد يحارب من أجل الآخر، وعليك أن تكون 1-0، وهذه ميزة، وميزة كبيرة في منتخب مصر. هذه الميزة متواجدة في منتخب مصر، لم توجد في منتخبات أخرى، وهذا مهم جدا، يعطينا الروح، روح الثقة، روح المنافسة، أن تحارب في كل مباراة على حدة. في الأولمبيات هي قصيرة ولكنها كبيرة، كما أقول هي قصيرة لأن في فترة صغيرة أنت تلعب العديد من المباريات، وهذا مهم للغاية. عليك أن تدير كل هذا بشكل جيد جدا. عليك أن يتغير فقط بين 15 لاعب، وهذا مهم للغاية في هذه. عليك أن تلعب، عليك أن تفوز، يجب أن تفوز، يجب أن تفوز. فعليك ولكي تفوز عليك أن تعد بشكل جيد. في شهر مارس سيكون مختلف عن شهر مايو بكل تأكيد. عليك أن تركز في اللعيبة الذين يكون لديهم مباريات عديدة في طوال العام، المباراة اللعيبة أو اللاعبين الذين لديهم الإصابات، عليك أن تعتني بشكل جيد باللاعبين، بهؤلاء اللاعبين، حتى تتجنب الإصابة، حتى أيضا تتجنب وتتمكن من أن
يكون اللاعبين في الفورمة، اللاعبين الآخرين أيضا عليهم أن يتحملوا المسؤولية. أعرف أن كل اللاعبين يتحملون المسؤولية، لأن تحمل المسؤولية يجب أن تكون على كاهلنا أجمعين، على كاهل جميع اللاعبين، حتى نتمكن من الوحدة السامية. أقصد اللاعبين الموجودين على الدكة يجب أن يكونوا أيضا مثلهم مثل اللاعبين الذين يلعبون في الملعب. هنا الكل مهم، كل الجميع مهم من الفريق. عليك دور وعليك أن تعمله. شخص واحد الكل مهم، الكل له نفس الدور، الكل لهم نفس الأهمية في الفريق، وهم بالنسبة لي كل اللاعبين مهمين. الدعم الذي يعطيه لنا الاتحاد، الدعم وزير الرياضة يحمسنا بشكل هذا مهم جدا. الدعم الذي قدمه لنا مجلس الوزراء والرئيس مهم جدا 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 لنا، يدعمنا ويحمسنا بشكل مهم للغاية. علينا أن نعمل في كل اللحظات، علينا أن نستغل أيضا كل هذه اللحظات داخل المباراة وخارج المباراة. دائما المنافسة عظيمة، دائما المنافسة جميلة. علينا، أنا أعتقد أن أؤمن بأن لدي أفضل اللاعبين، علي أن أعترف بهذا، علي أن أؤمن بأني لدي لاعبين ذو جودة عالية. العديد منهم يلعب في أوروبا، العديد في مصر، كل هذا يعطيني الثقة في اللاعبين. أحيانا تحاول أن تعرف تكتسب أن هذا اللاعب لديه، على سبيل المثال ضد الجزائر غيرنا بعض الأشياء، كان هناك بعض التفاصيل التي عدلناها بعد ذلك في الفيديو لديفنسا. بكل تأكيد فيديو الدنمارك، ألمانيا، النرويج، وعلينا مباراة ضد فرنسا وضد الأرجنتين وضد اليابان. سوف نرى ضد من ستكون المباراة، من سيكون خصمنا، كل الفيديوهات التي نراها حول هذه، لأنها ستكون مباراة حاسمة، سيكون هناك مباراة حاسمة في مرحلة المجموعات بكل تأكيد، وعليك أن تكسب في مباريات ربع النهائي. كل المباريات مهمة للغاية. الشغف بالنسبة لي وبالنسبة لكم وبالنسبة للجميع، وأخص بالذكر أنا شغوف جدا أيضا طبعا.